benim ailemin satır ayıbım için aslında. Ben de hep torunumun bu ana bizi torunumun bu atölye verdi. Ben de ilk de daha fazla çalıştım. Madde ailemin satır ayıbım communications. Hep o versin o müziği. المحاضرة الأولى دكتورة منى بديلة والمحاضرة الثانية أنا بديلة. هنبقى نتكلم على أنواع الصدرات أنواع الأقمار الصناعية. تمام؟ هنقسمهم الأول تقسيم على حسب المدارات، حسب المدار الستلايت بيلف إيه؟ بيلف حوله أو بيلف عليه. تمام؟ فهيتقسم جيو ستيشن ساتلايت ولو إيرث أورد ساتلايت. يعني ساتلايت على بيلف على مدار كبير أوي بعيد عن الأرض 36,000 كيلو تقريبا، وعلى الاقمار الصناعيه اللي بتلف على مدارات قريبه من الايه؟ من الارض، حدود ال 800 كيلو. تمام؟ دكتوره منى هتبقى واخده الجزء الخاص بالجيو ستيشن. تمام؟ وانا هبقى باخد باذن الله الجزء الخاص بالايه؟ باللو ايرث ارض ساتلايتس. تمام؟ هنعمل ايه فيه؟ هنجيب الباور بادجت، يعني هنشوف الريسيف باور از فانكشن اوف بارامترز كتيره جدا في السيستم. الاول لكل واحد منهم هيتعرف ايه البارامترز اللي بتدخل في الديزاين. يعني لو راح يبتدي يعمل ديزاين ستراتيجي سيستم، ايه البارامترز اللي بيختارها؟ والبارامترز دي تاثيرها على السيستم ايه؟ تمام؟ وبعدين بنجيب السيجنال والانترفيرنس ريشيو في الحالتين، في حاله الجيو ستيشن وفي حاله الايه؟ اللو ايرث اورد ساتلايتس. تمام؟ وبنحسب بقى الثروبوت. تمام؟ وبنشوف ايه المشاكل اللي موجوده وازاي نحل المشاكل. مينلي هيبقى فيه كتابين، كتاب تبع الدكتوره هنا وكتاب تبعي، وفي المحاضرات تبع باور بوينت وهتبقى افيلبل ايه بالنسبه لك. بالنسبه للجريدنج هنفي سؤال اول على المحتوى الكورس نفسه. هل حد عنده استفسار عن محتوى الكورس؟ وعندي ديزاين سترايت عشان يطلع بس ولا كوميونيكيشن برضه؟ لا كوميونيكيشن. تمام؟ انتوا هتشوفوا ان احنا ايه؟ احنا هنا قسم اتصالات. الساتلايت في مجالات كتير، في ميكانيكا، في باور، في كوميونيكيشنز. تمام؟ فاحنا بالنسبه لنا طبعا الكوميونيكيشنز نفسها في الكترونكس، في الويفز، الانتنس، في كوميونيكيشنز. احنا بالنسبه لنا هنبقى واخدين الجزء الكوميونيكيشنز. ترى منى وانا تخصصنا الاساسي اتصالات كوميونيكيشنز، لا الكترونكس ولا اي ويفز. تمام؟ فبالتالي احنا بنبص للساتلايت من الكوميونيكيشنز بوينت اوف ايه؟ اوف فيو. في اي سؤال استفسار تاني؟ بالنسبه للجريدنج سيستم هيبقى طبعا الفاينل عليه 70 درجه وال 30 درجه هتبقى على اعمال سنه، مفيش دكتور. الاعمال سنه هتبقى عباره عن ايه؟ دكتوره منى بتدي كويز وبتدي ريبورت عن الجيو ستيشن. انا بالنسبه لي بدي ريبورتس 2 او 3 ريبورتس. وبعدين بيطلب منكم انكم تعملوا برزنتيشن عن احد الساتلايتس. برزنتيشن وايه؟ وريبورت. البرزنتيشن والريبورت اللي هو الفاينل ده بيبقى الاخر خالص. تمام؟ بعد بيبقى على الاسبوع ال 12 او 13. واثناء بقى الترم بيبقى ريبورتس بتطلب. احد الريبورتس هو ان احنا نعرف الترانسميتر والريسيفر. انت لما هتروح تشتغل في اي حد اقمار صناعيه انت عندك الترانسميتر والترانسيفر بتاع ايه؟ بتاع ساتلايت سيستم. فاحد الريبورتس اللي بتبقى مطلوبه منكم انكم تدرسوا الترانسيفر بتاع الساتلايت سيستم. تمام؟ هل حد عنده اي استفسار؟ الكورس بتاعنا اللي هو اسمه اوبتيكال فايبرز. الحقيقه النهارده الهدف الاساسي من الليكتشر دي مش بس شرح الكونتنتس بتاعت الكورس دوت بس، انما كمان شرح حته مهمه قوي غالبا بتخش في تعارض ما بين كلمه اوبتيكال فايبرز لوحدها نسكت عليها وما بين كورس تاني اسمه اوبتيكال فايبر كوميونيكيشنز. فانا عايز اوضح الفرق دوت عشان ايه الدنيا تكون واضحه. على الرغم من ان احنا الكورس بتاعنا عنوانه اوبتيكال فايبرز بس، انما طبعا ويل بي انترستد اونلي في الابلكيشن بتاع الاوبتيكال فايبرز ان كوميونيكيشن اندستري، لان هو ده اللي يهمنا. طبعا الاوبتيكال فايبرز ليها ابلكيشنز كتيره قوي قوي في البراكتيكال لايف دلوقتي. يعني مثلا بتستعمل از ديليفري ترانسميشن لاين للليزرز
في العمليات الجراحية وفي الاندوسكوبي وفي يعني كل المناظير والحاجات دي كلها بيستعملوا فايبر عشان يوصل الليزر للنقطة اللي عايز يتعامل معها أو حتى يوصل اللايت. يعني عايز دكتور الجراح وهو داخل في عملية ما بالمناظير عايز ينور الدنيا جوه الجسم فبيحط فايبر وفي لايت سورس. ميزة الفايبرز انها بتكون جايد اللايت جواها عشان توصل لنهاية الفايبر من بدايته لنهاية. فكرة الفايبرز فكرة قديمة جدا جدا من ساعة ما الناس ابتدت تدرس الأوبتكس في العصور القديمة أو يعني واكتشفوا ان الماتيريال اللي ليها دايلكتريك كونستنت ابسلوت ريلاتيف او بعد كده في الاوبتكس ما كانوش عرفوا ان هو لسه ابسلوت ريلاتيف كانوا مربطينها برقم تاني مرتبط بابسلوت ريلاتيف وهو ان اللي هو اندكس اوف ريفراكشن. الماتيريال دي قادره على انها تغير مسار الضوء. لو انا عندي راي لايت لما ينزل على ماده معينه part of the ray بيرفلكت و part of the ray بيترانسميت بيخش جوه اللايت. There is a possibility ان لو انا خليت مثلا ان واحد اكبر من ان اثنين يعني المنطقة اللي انا عايز اللايت يبقى جايدد فيها اكبر من index of refraction في المنطقة اللي برا ان يحصل ما يعرف باسم total internal reflection اللي تعرفينه في الاوبتكس في الفيزيكس وخدته كمان في كورس الويفز في التانية الترم التاني مش كده؟ وربطوا ان بابسلون ار وعارفين ان ان هي روت ابسلون ريلاتيف على طول. فبالتالي الفكره كلها ليه طلع نفس الشيء في الاوبتكس زي في كورس الالكتروماجنتكس لان الاثنين ليهم نيتشر واحد. احنا عارفين ان الفوتو ان اللايت ممكن كان بي ريبريزنتد باي فوتونز بروباجيتنج. الفوتون ده ليه فريكوانسي معين اتس كوانتا اوف انرجي اتس ناثينج مور ذان ذات. وممكن اعبر عن اللايت في صوره الكترومغناطيك ويف الكتريك فيلد اند ماجنتيك. وهنا تيجي بقى النقطه اللي احنا هنتكلم فيها. الكورس بتاعنا هو كورس اوبتيكال فايبرز. اي كوميونيكيشن سيستم لو تفتكر لو تاخدوا بالكم بيتكون من ايه؟ انا ممكن عندي سلايد هنا فيها كله هنشرحه في اول محاضره. بس ادي تقريبا اول ادي كوميونيكيشن بلوك دايجرام للكوميونيكيشن سيستم. بتبقى عندي الكتريكال سيجنال اللي هي الداتا بتاعتي. طبعا الاوبتيكال كوميونيكيشن سيستمز كلهم ار ديجيتال باي نيتشر مفيش انالوج كوميونيكيشن سيستم انستولد في العالم لحد دلوقتي. فالكتريكال سيجنال ديت بتخش اول ما بتخش طبعا هنا دي كومبوزيت سيجنال يعني ايه مجموعه من الزيروز والوانز واتيفر بقى الزيروز والوانز دول عباره عن ايه ما يهمنيش يعني ممكن يكونوا عباره عن مالتيبلكسنج من مجموعه من التليفون كودز. يعني انت بترفع سماعه التليفون صوتك اللي هو الانالوج بيتحول لديجيتال في السنترال والسنترال بياخد الكلام ده كله. طبعا مش هيشغلك مش هيحطك انت لوحدك على الفايبر لان الفايبر باندويث بتاعه مستوى كبير عظيمه جدا فبيحطك انت وكذا الف واحد تاني مع بعض في صورة عن طريق سويتشنج ومالتيبلكسنج وكذا ليفل والكلام ده كله. هنا بقى كوميونيكيشن سيستمز مش بتاعنا اوكي. انما المهم انا انتهيت بالالكتريكال سيجنال عباره عن مجموعه من الزيروز والوانز هيخشوا على درايف سيركت. الدرايف سيركت دي هتديني الكرنت الكافي يعني ممكن تحول شكلها بتاعي او عباره عن غالبا بيبقى كرنت امبليفاير. ليه من اللايت سورسز بتاعتنا بتحتاج لكرنت مناسب لللايت سورس. اللايت سورس هنا ممكن يكون ايذر ليزر زي اللي انا بلعبين دلوقتي ده او لايت اميتنج دايت. وانتوا شفتوا دلوقتي التكنولوجي بتاعت اللايت اميتنج دايت اللي احنا بنعيشها دلوقتي والناس كلها مبسوطه بيها. اكشوالي التكنولوجي دي كانت موجوده بقى لها عشرات السنين بس بتستعمل فور كوميونيكيشنز لان كان تكلفه انتاجها كبيره. فلما تكلفه النجاح ان هم يعملوا تكنولوجي تخفض ثمن اللايت اميتنج دايتز اللي هي ليها هاي دنسيتي. انت بتشوف اللايت اللي طالع من الليد دلوقتي غير الليد بتاع زمان. الليد بتاع زمان اللي هو انديكيتور دوت اللي في موجود في زرار الكمبيوتر وفي الكلام ده كله وفي الحاجات دي كلها ده ما يقدرش يديك لايت كافي للاناره.
المهم اللايت سورس بتاعنا هو ايذر ليزر اور لايت ايميتنج جايد، مفيش حاجه تاني غير كده. خلاص يبقى الاوتبوت من هنا ده الازرق ده كده ده كده اتحول الى ضوء. الضوء دوت شايل الانفورميشن، يعني حصل الدرايف سيركت واللايت سورس دول بيبقوا موديوليتد بالسيجنال. ابسط صوره اللي هي الاون اوف كيينج اللي انتوا عارفينه في الكوميونيكيشنز، اللي هو لو في 1 مثلا يبقى الليزر اون، لو في 0 يبقى الليزر اوف. يعني طبعا مش احسن حاجه ديت، بس يعني ده ابسط حاجه. يبقى الضوء هنا بقى اون اوف، يعني الضوء بينور ويطفي ينور ويطفي بنفس سرعه الايه، ما في ريكوايرمنتس على اللايت سورس، مش بس هو مجرد حاجه بتاخد الكتريكال سيجنال وتطلع لي لايت، لا ده اللي في ريكوايرمنت يقدر يلحق الفاست سويتشنج بتاع السيجنال بتاعتي اللي هي دلوقتي في الرينج بتاع جيجا هرتز. طيب وبعد كده بتطلع الكلام ده بقى هنا، هنا بقى هتدليفر اللايت ده في لمين؟ لفايبر. فانت بتدليفر اللايت بتاعك فايبر، فهنا الازرق ده كله فايبر. كونكتورز طبعا توصل الفايبرز لبعضها. خلي بالك ان الفايبر ده ناتج مور ذان ايه؟ يا اما رود من الجلاس او رود من البلاستيك، فيري فيري بيور بلاستيك. فانت بلاستيك بلاستيك، مفيش بقى سلك كهرباء تعمله وتديله كاويه لحام وتلحم في بعض، لا مفيش الكلام ده. مفيش كونكتورز زي مثلا اللي داخل على الكمبيوتر كده، لا ده انت عندك سبيشال كونكتورز يوصلوا الدنيا ببعضها بحيث انك تحافظ على الباور بتاعه اللايت، ومش بس الباور، الباور والفيز كمان، لان الفيز نقطه مهمه جدا. البكره بتاع الفايبر ممكن تخلص، فبحط حاجه اسمها بكره ثانيه، بلحم بكرتين في بعض. اللي حامل البكر في بعضه طالما هو مدفون تحت الميه او تحت الارض ما ينفعش اعمله بكونكتور زي الكونكتورز اللي انت بتشوفها العاديه، لا ده انا بعمله بحاجه اسمها سبلايس. يبقى لحام الفايبرز في بعضها اسمه سبلايس. كملت تاني، ممكن يكون عندي هنا اوبتيكال كابلر او دي او سويتش معين ياخد جزء من السيجنال تو انذر شانل وياخد يكمل شانل. يبقى الفايبر السيجنال اللي ماشي هنا اتس ا كومبوزيت سيجنال، ممكن افصل منها جزء من السيجنال سواء بنفس الباندويتس او اسحب واحد من الفريكوانسيز في اتجاه تاني، لان ممكن الفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج يسمح لي بان انا احط اكتر من 1 فريكوانسي على نفس الايه؟ على نفس الفايبر. الكلام ده اعتقد انتم سمعتوا عنه في الديجيتال كوميونيكيشنز كتير. بعد كده ممكن عند المرحله ديت مثلا نفترض نتيجه الديفيجن ونتيجه اللوسز اللي بتحصل في الفايبر ما اعرفش تيجي منين، ده جزء اساسي من الكورس بتاعنا، ونتيجه ما يعرف باسم الديسبرشن بالس سبريدنج برضه عرفته، يعمل ما يعرف باسم انتر سيمبل انترفيرنس برضه سمعت عنه قبل كده، بس مصادره في الفايبر غير مصادره في الكوكسيال كيبلز والكيبلز العاديه بتاعتنا اللي هي الكابر كيبلز. وبالتالي وصلنا هنا لقينا ان الدنيا لا خلاص الكواليتي بتاعه البالسز ما بقتش مناسبه لان انا انقل الداتا من غير ايرورز، فانا مضطر اقف في الحته دي واعمل ريبيتر. الريبيتر ده عباره عن ايه؟ سنظر كوميونيكيشن سيستم، برجع السيجنال من اوبتيكال الى الكتريكال تاني، وبعد كده الالكتريكال سيجنال ادخلها على ريكونديشننج سيركت توضب لي البلس تاني، ترجع حالي تاني بلس نظيفه كده سواء من حيث الباور او من حيث البلس ويتس، وبرجع اعملها ترانسميشن تاني، سبلايس تاني، كابلر تاني زي دوت، وبعدين اخش ناحيه الريسيفر. الريسيفر فيه فوتو ديفكتور يرجع الاوبتكس الى الكتريكال تاني، واعمل امبليفيكيشن وسيجنال كونديشننج وارجعها تاني لجد. لما تيجي تاخد بالك في الشكل دوت تلاقي ايه؟ تلاقي ان ده تيبيكال كوميونيكيشن سيستم. بمعنى انك انت لو شلت اللايت سورس دوت وحطيت بداله باور امبليفاير يطلع لي السيجنال كبيره شويه، وبدل الاوبتيكال فايبر احط كوكسل كيبل، في حاجه هتتغير؟ هيفضل السيستم ده اوبريتنج بنفس الطريقه. فلقينا ان الاوبتيكال كوميونيكيشن سيستم ما فيهوش حاجه جديده غير ايه؟ انتوا قولوا لي بقى، في ثلاث حاجات جداد يفرقوا الاوبتيكال سيستم عن الاوردينري سيستم. لا سيبنا بالفيتشرز، انا بقول كومبوننتس. الفيتشرز هنتكلم عليها طبعا باستفاضه. وجود بدل الكبر في فايبر، مش ده الفرق الاساسي؟ انا بتكلم على الهاردوير. بدل الكبر في فايبر،
والفايبر عشان ما يقدرش يشيل غير لايت عندي سورس يحول لي من الكتريكال الى اوبتيكال. وعشان اركحها الكتريكال تاني لان معظم الابراتس بتاعتي اللي بستعملها كلها الكتريكال لازم يكون عندي ديتكتور فوتو ديتكتور يركحها لي تاني الكتريكال. فانا عندي ثلاثه كومبوننتس في السيستم دوت هم دول اللي فرقوا. الكورس بتاعنا ماسك في دول. انا مش بدرس كوميونيكيشن تكنيكس دي تدرسها في الكوميونيكيشنز. انا ما اعرفش ادرسك مالتي بلكسنج او اعرف بس مش هدرسك مالتي بلكسنج ولا دي مالتي بلكسنج ولا موديوليشن ولا الباندز المختلفه الليفلز المختلفه اللي بتفتح فيها مش عارف 128 شانل وبعدين 256 كل الكلام ده شغل كوميونيكيشنز. اوكي وانتوا عارفين انا راجل بتاع مين بتاع ايه ويت بتاع كوميونيكيشن. فلازم الكورس بتاعي يكون ليه الفليفر بتاعت ايه الويفز وده اللي هيحصل. انا مش بخوفك ولا حاجه بس هو كده ده اللي حاصل عشان ما حدش يخش ايه وهو مش واخد باله ايه اللي بيحصل. فالكورس بتاعنا فعليا متقسم الى الثلاث حاجات اللي قلت لكم عليهم دول. معظمه 80% من الوقت بتاع الكورس هيبقى بنتكلم على الفايبرز لان هو ده المين بارت اللي احنا اللي هو شايل السيجنال. انا هحط لكم الكورس ديسكريبشن دلوقتي كله عشان تعرفوا الاجزاء بتاعته. وبعدين ال 20% الاخرانيين هنتكلم على السورسز اند ديتكتورز لان هم سيمي كوندكتور ديفايسز. كل الكومبوننتس بتاعتي على سيمي كوندكتور ديفايسز. طيب نرجع بقى نشوف يبقى الليبر بتاعتي خارج عنها شركه على الكلام ده كله تاني. يبقى الكورس اوتلاين بتاعنا راجعوا كده الكلام اللي انا قلته هتلاقي احنا هنعمل اول محاضره طبعا اللي منكم هي دلوقتي اللي معانا يعني اوبتيكال كوميونيكيشنز فيرسس الكلاسيكال راديو فريكوانسي كوميونيكيشن. هنعمل كومباريشن وهناخد فيها وقت هنقضي فيها وقتنا عشان تبقى لازم ان انت مقتنع ان المودرن كوميونيكيشن اللي انت عايش فيها دلوقتي عندك انترنت في البيت توصل سرعتها لحد لو انت واخد فايبر تو ذا هوم لحد 40 و50 ميجا بيتس بير سكند باندويث. مش بنتكلمش على سرعه انا بتكلم على باندويث. باندويث يعني ده حاجه عظيمه جدا ال 40 ميجا بيتس بير سكند دول. لا يمكن كنت تقدر توصل للليفل دوت من سرعات الانترنت غير بالكلام ده. كنتش تقدر تعمل فيديو كول من غير الاوبتيكال فايبرز. كنتش تعرف تعمل فويس كول من غير الاوبتيكال فايبرز. لان الاوبتيكال فايبرز هي الباك بون اللي شايل الداتا دي ما بين اجزاء العالم المختلفه. فهنعمل الكومباريزون ده ونقارن ان الايفولوشن بتاع الوصول من الراديو فريكوانسي الى اوبتيكال كوميونيكيشن هو ذا ماست. ماست والعالم والساينتست على فكره عارفين الكلام ده من زمان قوي من يمكن الخمسينات عارفين ان انا لازم عشان اوصل بسرعات عاليه في الكوميونيكيشنز كان لازم اخش في الاوبتيك بس كان طبعا في ايه في اوبستكلز في عوائق. هنعرف ايه هي العوائق ديت وازاي الناس تغلبت عليها وامتى بالظبط. يعني بدايه ظهور الاوبتيكال كوميونيكيشنز كانت في السبعينات من القرن الماضي. طيب بما ان اكبر كومبوننت جديده في الموضوع هي الاوبتيكال فايبرز هنشرح يعني ايه اوبتيكال فايبر. شكل الستراكشر ميكانيكال ستراكشر بتاعه عباره عن ايه وانواع الفايبرز وايه ميزه كل واحد وايه عيب كل واحد منهم. اوكي فدي مقدمه عن الاوبتيكال فايبرز. طيب وبعدين الطبع غلاب بما ان انا راجل بتاع ويز لازم ابتدي اتعامل مع اللايت بروباجيشن جوه الاوبتيكال فايبر اللي هو عباره عن دايلكتريك ويف جايد من وجهه نظر طريقه احلل بيها لان انا عندي مشكلتين مشكله اتينيويشن ومشكله ديسبرشن لازم اعرف مصادرهم. مش هعرف مصادرهم الا اذا دخلت اندبث قوي جوه هو اللايت اللي ماشي جوه الفايبر ده ايه اللي بيحبسه جوه الفايبر. ولما يتحبس جوه الفايبر في حاجه اسمها تسمعوا عن سنجل مود فايبرز وعن مالتي مود فايبرز. ترى ايه اللي يخلي سنجل مود ومالتي مود اذا كان الاناليسيس البسيط بتاع الرين ريبريزنتيشن ما بيشرحش الكلام. اوكي فهنبتدي نتدرج في الصعوبه من ابسط صوره للاناليسيس اوف لايت كونفايننت جوه الفايبر اللي هو الري اناليسيس ده
اللي هو بقى زي الكلام العبيط بتاع مالتيبل بتاع التوتال انترنال ريفلكشن والكلام ده كله. وهنكتشف ان الموديل ده اوف اناليسيس از فيري ليميتد ان كابابيلتيز، بمعنى ان هو ما يقدرش يشرح لي حاجات كتير، هيشرح لي حاجات لحد ليفل معين ويقف خلاص، لان هو فيري ابروكسيميت وفي نفس الوقت ما بيتعاملش مع اللايت بصورته المناسبه. بيتعامل معاه كراي، راي يعني ايه؟ راي يعني شعاع وخلاص. طبعا هو اللايت مش كده بس، فعلى طول نكتشف ان الراي ريبريزنتيشن ده مش كافي، فنروح طالعين بقى للشابتر اللي بعده ان انا بعمل مودل اناليسيس. مودل اناليسيس يعني ايه؟ يعني هنا بقى ده الكور بتاع الكورسز بتاعك، ان انا بدرس الكترومغنيتيك بروبيجيشن في الفايبر فيلدز اي و اتش خلاص، وماكسويلز ايكويشنز، ونحل ماكسويلز ايكويشنز وتطلع المعادله بتاعتي نون لينير ديسبرشن ريليشن، ما تتحلش بالايد، لازم تتحل على الكمبيوتر، وانا اللي احلها على الكمبيوتر. لا انتوا طبعا شغل، وبعد ما تحلوها على الكمبيوتر تبتدوا تطلعوا الاناليسيس بتاعها وتدرسوا الكلام ده كله، وتعرفوا ان جوه الفايبر في حاجه اسمها مودز. وانتوا كنتوا سمعتوا عن مودز قبل كده؟ سمعتوا عن التي اي والتي ام صح؟ لا، ده جوه الفايبر دي العمليه اصعب من كده كتير. ده لا في لا تي اي ولا تي ام، ممكن يتوجد في بعض الحالات الخاصه تي اي وتي ام، بس نورمالي هما هايبريد مودز، يا اما اي اتش مودز يا اما اتش اي مودز. طبعا هذه حاجه جديده بنسمع عنها، جديده خالص. هنقضي وقت طويل قوي في الاناليسيس دوت، وهنعمل عليه كذا اساينمنت، وهتكلم عن شغلكم انتوا هتعملوا ايه في الكورس بعد شويه. بعد ما نخلص المودل اناليسيس من كده فهمنا طبيعه البروباجيشن اوف اوبتيكال سيجنال جوه الفايبر تماما، وليه يعني ايه سنجل مود، يعني ايه مالتي مود، وايه الميزه بتاع كل واحد منهم، وايه العيب بتاع كل واحد. نقرا بعد كده نقول طب يا ترى زمان كان في حاجه اسمها اتينيويشن وديستورشن. الاتينيويشن في الكبر كان بيجي منين؟ سببه ايه؟ هوميكلوسس صح؟ ان الكبر واير ده ليه ريزستيفيتي معينه. طب اذا كان السيجنال بتاعتي ماشيه جوه دايلكتريك، والموديل اللي هندرسه هنفترض ان الدايلكتريك بتاعي لوسلس، يعني سيجما بتاعته بكام؟ بصفر. طب سيجما بصفر ايه اللي يجيب اتينيويشن بقى؟ اكيد في مصادر اخرى للاتينيويشن، الناس قاست ان في اتينيويشن اقل كتير جدا من الكبر. طبعا ده اهم ميزه من مميزات الاوبتيكال فايبرز، ان الاتينيويشن بير كيلومتر اقل كتير جدا، بنوصل الى تخيلوا رقم 0.02 ديسيبل بير كيلومتر، يعني 0.02 يعني 2 من 100 من الديسيبل في الكيلومتر طول الفايبر. طبعا دي اهم ميزه كانت في الفايبر كوميونيكيشن. والكبر كام بقى؟ نعم الكبر كام؟ الكبر ممكن توصل لحد 5 ديسيبل في الكيلومتر. الديستورشن اللي هو البلس سبريدنج بتاعك، البلس سبريدنج برضو ايه مصادره؟ اكيد الاناليسيز اللي عملناها كده هيشرح لنا ليه البلس لما تمشي جوه الفايبر يحصل لها سبريدنج بالمنظر ده. فاكيد مصادر، في مصادر اخرى بنسميها نوع معين من الديستورشن، مفيش حاضر في ذهني. طيب يبقى مصادر الديستورشن والاتينيويشن ده جزء تشابتر صغير كده هنخلصه. واحيانا وطبعا احيانا بعض المصادر دي ما تكونش مرتبطه بالموديل اللي احنا درسناه، لان عشان تدرس صح اوبتيكال فايبر لازم تدرسها بالكوانتم فيزكس طبعا، عشان دي الريكويشن بقى والكلام ده كله. لا مش هنخش، ما تخافش، انا عايز اخوفكم بس مش للدرجه. طبعا يبقى كده الجزء الاولاني زي ما انتم شايفين واخد معظم الكورس. نيجي بقى في اخر جزئين اللي هما واحد منهم هيتكلم على الايميترز اللي هما السورسز يعني الليزر ولادز، والشابتر الاخير على انواع الديتكتورز، وهندرس برضه نوعين كلهم سيمي كوندكتور ديفايسز. فلازم هنراجع بقى على السيمي كوندكتورز كمان، الكورس ده مش يعني لا من كل حاجه، لا من كوميونيكيشنز ولا من ويفز ولا من كمان شويه سيمي كوندكتورز والموديل المبسط بتاع الليزر وبتاع اللايت ايميتنج دايت والديزاين بتاع الحاجات دي كلها من جوه الصوره. ده تقريبا الكفر الكورس بتاعه. تعالوا بقى نشوف انا بعمل ايه وانتوا هتعملوا ايه. انا بشرح على البورد بس، ما بعملش حاجه تاني.
انتوا بقى تعملوا ايه عندكم في كل تقريبا ما بقولش كل على مدار السمستر كله في اتليست من 8 ل 10 اساينمنتس. بس احنا اتكلمنا بنبتدي بس بعض الاساينمنتس هتاخدها في المحاضره بشرح لك انت المفروض تعمل ايه. بعضهم بسيط جدا يخلص بسرعه وبعضهم محتاج منك شويه شغل محترمين. يعني مثلا الاساينمنت solution of non-linear dispersion relation وترسم المودز المختلفة بتاعة الفايبر دوت ده شغل numerical تقعد تعمل فيه ماتلاب بقى او ماثماتيكا او whatever ده بيبقى عليه numerical. طيب طبعا في مين ترم اكيد اوكي الجريدنج سيستم بتاعنا شامل الميد ترم عليه كام بقى مش مشكلة دي هنتفق مع بعض غالبا بقى عليه 15% مش 20% كالعاده لان اعمال السنه بتاعتكم صغيره 30% والفاينل عليه 70 زي نظام التو سيمسترز اللي عندي. فلو عملنا 20 يبقى بقيه الشغل بتاع السيمستر عليه 10 بس يبقى قليل لانك انت في يبقى الميد ترم هتخليه عليه 15 الاساينمنتس عليهم مثلا نقول 10 نتفق على الموضوع ده مع بعض يعني. والاخر الجزء بقى في شغل ريسيرش بتعمله انا بديكم مجموعه من المواضيع وانتم المجموعه اللي بتخش فايبرز بيقسموا بعض المجموعات كل مجموعه منهم مثلا من 3 ل 4 ستودنتس كل مجموعه منهم بياخدوا ريسيرش اوبجكت يروحوا يعملوا ريسيرش على اماكن يجيبوا لنا معلومه ويعملوا برزنتيشن ويعمل لهم امتحان شفوي سيبرت كل واحد لوحده. اوكي يبقى كده اعمال السنه واضح هتعمل ايه هتذاكر كويس قوي عشان تفهم المحاضرات هتعمل حوالي 7 اساينمنتس زائد النيوميريكال ورك دوت عليه نمر زياده شويه وهتبقى في مواضيع معينه هتحضر فيها باوربوينت برزنتيشن وتيجي تمتحن فيها شفوي تاخد عليها شويه نمر. شفتكم؟ هو لسه خالص لسه في نمر تاني؟ لا خلاص كده حلو قوي. حد عايز يسال حاجه؟ عايز حد عايز يضيف اي حاجه من الكورس بتاعنا؟ حد شايف ان في نقطه ما اتغطتش محتاجين نغطيها؟ اعتقد ان انتوا دلوقتي استوعبتوا فكره ان ده مش كورس كوميونيكيشنز ده كورس ايه؟ اوبتيكال فايبر مش ويفز لا ده بشكل ده في كوميونيكيشنز وفي ويفز وفي سيمي كوندكتورز الكوانتم بس الكلام ده كوانتم هنرجع لا الكوانتم واحنا بنشرح اللايت الليزر واللايت ايميتنج دايت والبي اي ان والافالانش فوتو دايت دول طبعا سيمي كوندكتور ديفايسز مش هشرحهم كانهم ويفز هنشرحهم كانهم واحيانا مصادر الاتنيويشن والدستورشن نفس القصه بس مش هخش في الكوانتم يعني حتى في الليزر هديك الفيجن بتاع الليزر وقربها بقدر الامكان لشغل الليزر كانها اقرب للليزر هما الاثنين واحد منفذين على بعض بس يعني مش هنخش في الكوانتم فيزكس يعني هتتعامل معاها كطريقه تو ديسكرايب الفينومينا معينه في اي حاجه من الثلاثه دول. اوكي خلاص خلصنا ما تقلقيش ماشي خلاص الحمد لله عشان بس عايزه حد عنده اي اسئله يا شباب؟ في حد منكم ناوي؟ كل حد كلام نيجي منك ماشي طيب بص يا شباب الكورس ده اسمه وايرلس كمبيوتر نتورك ففي شقين شق الوايرلس وشق الكمبيوتر انتوا خدتوا كورسات كوميونيكيشنز كتير قوي خدتوا انالوج خدتوا ديجيتال خدتوا ايه في الديجيتال كوم في شيفت كينج موديريشن تكنيكس موديريشن تكنيكس وبعد كده خدتوا كمان خدتوا سي دي ام اي وخدتوا دي ادفانس تكنيكس عشان ازود السرعه بتاعت الريد بس كل ده بتكلم على ايه؟ على سندر واحد وريسيفر واحد دي مش نتورك ده سنجل لينك دي بنسميها فيزيكال لير بتاع النتورك انتوا خدتوا على الفيزيكال لير اه خدتوا حاجه اسمها في فيزيكال لير
مش عارف ايه. كل كورسات الكوم بتكلم على الباي بتاع الانفورميشن من وان سنتر لوان ريسيفر، هاو تو انجكت الانفورميشن دي جوه الباي بتاع البيتس دي، فببعت البيتس على نيك واحد سنتر واحد وريسيفر واحد. دكتور خالد ده كان شانل مودلز ولا البروبكيشن ولا ايه؟ حتى البروبكيشن شانل مودلز؟ نعم. واحد بس نستر؟ لا. ايوه خدت الفري سبيس مودلز وخدت الفيدنج ومش عارف ايش بقى. دكتور خالد بقى عن الفيدنج في الكومبيكيشن. يبقى انا غالبا في الاول هعمل لكم ريفيو على الجزء ده، بس هديكم حته براكتيكال شويه من المودلز دي، حتى في السويس مش عارف اللايف ايدج الكلام ده كله ده ثيوريتيك مش ده مثلا في الحقيقه. مهما كنت شاطر وعملت شانل مودل يو كان نوت كابتشر كل حاجه موجوده في الشانل، ولا يو كان كابتشر كل حاجه هتعرف. اللي بيحصل في الحقيقه بتبقى ميجرمنت بيز مودل، موديل بعمله ريفاينمنت عن طريق ميجرمنت. ان انا حتى لو عامل موديل للاربن سيتيز القاهره غير نيويورك، داون تاون غير التجمع، فايتس بيتر تو ادجست الموديل دي. فحاول ان انا اديكم شويه سنس براكتيكال ازاي ان انا بعمل شانل موديل بيز على ميجرمنت. ده بيسموه امبيريكال شانل موديل. هنعمل ريفيو شويه الاول على شانل موديلز وبعد كده هنتكلم على الامبيريكال موديلز. بعد كده الكورس كله بقى هي النتوركس اللي هي زرعان. انا اكسبرت في الماك، شغلي كله السوشيال ميديا كله في الماك لاير واللينك لاير. فهنتكلم على واحد من اهم اللايرز في الكوميونيكيشن نتوركس اللي هي الماك لاير والموقع الانالسيس لاير. هنتكلم على الكومبيوترز بتاعتها، الفرق ما بين الوايرلس ماك والوايرد ماك، لان في وايرلس ماك دي كانت موجوده. ايه الفرق بينها وبين الوايرلس؟ وهنشوف بعض التكنيك زي الالوها والالوها كان يستسمح بالاكسس والجون بيز. خدتوا حاجه من دول؟ خدناهم كلهم ما عدا كوليجن ابويا. سمعتوا عنهم عشان تقولوا خدناهم بس ما خدناش. خدت البروف بتاع خدت البروف بتاع لا لا سمعنا عنهم بس سمعت عنهم عايز اي فرصه انت ممكن تديك الاسامي بس ده بيشتغل ازاي ده بيشتغل ازاي ده ازاي عمله اناليسيس هنعمله في الكورس ده. وبعدين هنعمل حاجه اسمها ديستريبيوتد باور كنترول. ان انا عشان بتكلم على موبايل ابلكيشنز والوايرلس عايز ابقى افيشنت في استخدام البطاريه، فلازم اعمل كنترول للباور عشان اميك شور ان انا هبعت انف باور عشان اعمل سكريبتس مع الدنيا علشان اوفر البطاريه علشان ده اكسبيري فيمس تكنيك عشان الناس جاي بأكثر في الوايرلس نتوركس. بعد كده هنا على الراوتنج. الراوتنج هتكلم عن الأول على جزء كده مهم اللي هي الموبيليتي في الموبيل أي بي شو. موبيليتي يعني إيه؟ أنا دلوقتي هنا كونكتد على النتورك بتاع الجامعة القاهرة اللي هي أي بي أدرس. كل بعد شوية أرجع أفتح فيه مثلا في المهندسين أو في أي مكان. حتى كنت بتكلم مع حد الادرس بتاعي اتغير ازاي، فبشوف الاي بي بتاعي اتغير ازاي مع تغير اللوكيشن بتاعي، ازاي اتغير جوه النت وجوه الانترنت، ازاي الاي بي بتاعي بيتغير. فده اعتقد هنتكلم عنه. ده مش وايرلس ريسبونس. بعد كده هنتكلم على اللير بتاعت الراوتنج بقى، هنشوف الموبيل نتورك نتوركس ايه هي الفاندمنتالز بتاعتها، ايه البروتوكولز اللي اخترعها دكتور خالد، ده الشورت باث routing. وبعدين ازاي بقى اتحركنا من الحاجات الديفلوب للانترنت للحاجات الوايرلس. هنشوف بعض الاكزامبل لبعض البروتوكول زي الرو دي بي والرو دي اس ار. ممكن نتكلم على دي اس ار برضه ده انا مش هوصل لكم. هنتكلم على الراوتنج تكنيكس للوايرلس. اللي فيها اهم حاجه هي ايه؟ الموبيليتي. من اهم التشالنجز الموجوده فيه
كواليتي سنه في وبيدو في تشينجز كده في الداتا زي الانترنت بتاع عندك الراوتر او الانفراستراكشر بتاع جوجل موجود في فرنسا وفي كذا مكان الحاجه ثابته لكن انت هنا الداتا كلها بتتغير عشان الداتا بتتغير فانت ما ينفعش حتى تعمل ماب لان كل شويه بتتغير فازاي انت هتكيب تراك التشينجز في الداتا عشان لما حد يغير مكانه تعمل له فورورد صح للمكان ال 16 طبعا النسخة المقفولة تبقى مفتوحة مش كل الموبايلز شغالة على طول فهنشوف الحاجات اللي زي كده والإكزامبلز في الكورس كامل بس كل دي قشور هنا بديكم بيزكس لو حد فيكم تعمل ريسيرش بعد كده سواء في الماك أو في الراوتنج هيلاقي ثاوزندز أوف بيبر بتعمل ثاوزند ماك بلايرز هنتكلمكم بس على الأساسيات والبروتوكولز الأساسية اللي هي هتقف في أي سيميليتور اللي هو لو حد في مشروع تخرج محتاجها هيلاقي حاجات اللي هي هيسمع عنها فنتكلم ساعات كتيرة جدا ايه رأيك ما البروتوكول ده لو كان عمل كذا كان شايفة طب ليه عمل كده تلاقي حد عمل الاندور منتني اكيد حد يفكر الفكرة دي ففي افكار فانا هديكم البيزكس مش هديكم كل الراوتنج بروتوكول بتاع ال WSL او بتاع المارتس التوبيك اللي بعد كده اتس انترستنج ليكم قليل ده الفيوتشر ده الاي او تي بس الاي او تي انا بالنسبه لي ما هي الا فاريانت من الدبليو اس ال الوايرلس سنسور نتورك فهتشوف السنسور نتورك الاي او تي بتقول ما بينهم هتشوف الابتكار بتاع النون النتورك الكاركترستكس الابلكيشنز الفرق بين الاي او تي وبين الدبليو اس ال هحاول اديكم تفاصيل وعلى حسب الوقت نزود شويه في الاي او تي ناخد شويه فكره اكثر اوكي مش حابين ممكن نروح على التوبكس اللي بعد كده فقلت لكم بعد كده في الدبليو بان او وايرلس سنسور نتورك دي نوع تاني من الوايرلس نتوركس بس بتكلم عن شورت تشينج دول نتوركس اتعملت علشان تريبليس الكيبلز الواي فاي او نرجع خطوه اكتر السيلولر السيلفونز والواي ماكس بيكفر سيتي او كونتري دي بيسموها دبليو مان متروبوليتان اريا نتورك الواي فاي رينج اقل بتكلم على اوضه كوريدور ليل 100 متر رينج اصغر شويه بتبروفايد ليا فريدم بدل ما انا عشان اكونكت على الانترنت بدل ما لازم اقعد جنب سوكيت بقدر اخد انترنت اكسس من غير واير فده بيسموه لاست مايل اكسس تو الانترنت على عكس بقى الدبليو بان الدبليو بان دي فيري شورت رينج عشان البيس كيبلز زي بلوتوث انت لما توصل السماعه بالكابل انت بتعملها بلوتوث الحاجات بقى بتاعت اللي هي هيرت كتير الحاجات دي بدل ما تخلي المريض يبقى متوصل ب 10000 سلك انت بس فيري شورت رينج فيري لو داتا ريتس لابلكيشنز معينه في برضه الاماكن مختلفه مختلفه النيو فيكت كوميونيكيشن حد فيكم استخدم النيو فيكت كوميونيكيشن في حياته؟ حد ال اكيد رحت فنادق كده كام متر؟ الكارت بتاع اللي هو السوايب ده بيفتح لك النتورك وداني في الكوميونيكيشن ده الاف اي دي الانفورميشن بتاعتك والسبسكربشن بتاعك تفتح الفندق الكيس دي ما كل دي انواع كوميونيكيشن كل دي بيفور اندر كاتيجوري اوف دبليو بانز لو خلصنا كده تمام 100 لو بقى وقت اي ثينك ممكن نتكلم على الموبايل ده هل كلكم هتاخدوا كورس الموبايل؟ مش كلكم هتاخدوا كورس الموبايل، فممكن لو في وقت مثلا لو الموبايل اتكلم على 2 جي وال 3 جي ممكن اكلمكم على 4 جي وعلى 5 جي ممكن يبقى تشوفوا التوبكس دي بس ده اللي هيحكمنا فيه الوقت. كنت المفروض اتفق معاكم دلوقتي هنقسم ازاي اعمال السنه ونعمل ميد تيرم وكويز احنا السنه اللي فاتت كنت اتفقت معاهم على اتفاق جو في نص اللي عايزين امتحان. لو التخليه كلها بروجكتس انت السنه اللي فاتت في الكورس بتاعي قلت لك الحمد لله. انا بيرسونالي اظن دي حاجات الامتحانات.
انا شايف ان الصح ان انت تحكم على واحد على واحده ساعتين على الجزء ده كله في 70% كيف تجيب لك صح وصح ممكن يجي انت فين ولا مش فين وانا يهمني الكونسيبت لو تعرف عايز لو عايز بروجكت تكمل الامتحانات وزي ما تقريبا حاجات بقى خد بقى تسميها درجات وحاجات دي فهنا تشوف الحكايه دي لما ناخد الكورس على ان هو ينافس الانسان بس كان اسمه اكسبرت سيستم لكن دلوقتي بدات
مفهوم الاكس بيرسيستنت في كل مجالات الحياه، خاصه مثلا في الطب. يعني خليني اقول اضرب حتى في مجال القانون. اي بي ام عامله برنامج اسمه اوتسو في القانون، علمته قواعد القانون وشويه كيسز عشان تدربوا ازاي البروسيس بيتم، ازاي الاستنباط بيتم، وعملوا اختبار ل طبعا في ناس اكسبرتس وناس لسه متخرجين يعني او الخبره بتاعتهم قليله، فوجدوا وعملوا امتحان بواسطه الناس اللي هم لسه متخرجين او يعني ما عندهمش خبره كفايه، جابوا في الامتحان حوالي 70%. الابلكيشن ده جاب 90%، يعني وصل لمستوى الاكسبرت. فبدا بجد يبقى حتى انهم بيقولوا انه مستقبل الناس اللي بتتخرج من حقوق راح يعني الاكسبرت سيستم دي هتاخد 90% من اماكنهم، يعني احنا مش محتاجين الكامل ده كله، يكفي 10% بس في المسائل المستجده اللي ممكن الكمبيوتر ما يكونش متمرن كويس عليها. كذلك في الطب نفس الحكايه، ان ممكن قوي التقدم اللي بيحصل في الاكسبرت سيستم في تشخيص الامراض، هو تشخيص الامراض في بروسس بتتم، بتعمل شويه تحليلات وشويه اشعه، النتيجه دي تتقدم للاكسبرت سيستم، الاكسبرت سيستم يدي ريكومنديشن في الغالب بيكون ادق من الطبيب المتوسط، وتنافس او تكون قريبه من الاكسبرت سيستم. بالنسبه للروبوتس برضه التقدم فيها هذا كبير جدا، وبيتكلموا دلوقتي على الهيومنايزد روبوتس اللي هي ايه؟ بتكلم الانسان وبتتحرك وبتبقى كما لو كانت ليها قدرات يعني عاليه. وبعدين الناتشرال انترفيس اللي هو ليه علاقه باللغه عند الانسان، من الحاجات المتطوره جدا اللغه عند الانسان من الملكات اللي ربنا وهبها فيها، فمتطوره جدا يعني. فهو كمان هيقدر يبقى بيعمل سبيتش ريكوجنيشن بمستوى عالي، يقدر يستنبط ويتكلم ويفهم بشكل معقول. دي اكسبكتنج على 2035 ان معدلات الزياده في الناتج المحلي الاجمالي للدول تتضاعف لدرجة انه الدورة الكاملة دي 100 سنة. والاول حاجة في اليونايتد ستيتس مثلا دي حوالي 25 سنة، بيقول لك هيتضاعف فيها الدخل القومي. يعني هي دلوقتي الناتج المحلي الاي اي في الدنيا هتطلع برضه خلال وقت اقل بكتير جدا يتضاعف الدخل القومي. فده الامباكت الاقتصادي بتاع الاي اي. الـ AI in general في ثلاث حاجات مهمين جدا بتقيم عليهم التطور اللي حصل في الـ AI. الداتا، واصبحت الداتا متوفره بعد وجود الانترنت وبعد وجود الكم الكبير ده في الزخم في رصد الامور والديجيتاليزيشن والكلام من ده، فبقت لدرجه ان كميه الداتا بتتضاعف اللي موجوده في العالم كله بتتضاعف كل حوالي 18 شهر. والالجوريزمز، ودي هي الماشين ليرنينج تكنيكس اللي احنا راح نقف عندها في الكورس شويه. واخر حاجه الهاردوير، بدات تبقى في حاجات جي بي يوز وشغل كلاود وكده يوفر فيري جود يعني بروسيسنج انفايرمنت. الموضوع مهم لدرجه ان الام اي تي عملت ريز لتريليون دولار علشان تبني كليه جديده في الاي بي. لو كنت حد بيتابع الاخبار الى استجابه للكلام ده، بدات في مصر هنا بعض الجامعات زي جامعه فخر الشيخ وفي اكثر من جامعه يعني برضه جت قالت انا عاوز اعمل حاجه متخصصه في الاي اي مخصوصه. لان الاي اي ما هياش مجرد الراجل ده على فكره بيتبرع للجامعه بتدي المبلغ تقريبا، وبيقول كلمه مهمه قوي مثل financial investment in AI is necessary to ensure that America has a leading voice in shaping the future. يعني الراجل عنده سنس انه بيحب بلده وعاوز
بيقول البلد عاوزها يعني يكون لها بصمتها في التطور اللي بيحصل في العالم في هذا المجال عشان تطور بطاقه العالم. المبادرة بتاعت الام اي تي بيقولوا احنا عاوزين نجمع الناس اللي في الكمبيوتر ساينس، احنا بنعتبر نفسنا قريبين من الكمبيوتر ساينس. والكوجنيتيف ساينس دي برضه حاجة في العلوم اللي ليها علاقة بالادراك والمعرفة. والنيورو ساينس اللي هي طبعا حاجة طبية. الثلاثة دول علشان ايه تعملوا ايه؟ قالوا علشان نعمل بعض الانجازات المهمة عاوزين نطلع نعمل بريك ثرو في فهم مخ الانسان والتعامل معه. مخ الانسان واحدة من يعني نعتبره يعني من افضل ما وهبنا ربنا سبحانه وتعالى مخ الانسان. والتقدم اللي احنا عمالين نتكلم عنه ده بيكون ناتج عن يعني محاولة تقليد بعض النيورال نتوركس اللي موجودة في مخ الانسان. فما بالك بقى لو زاد فهمنا اكتر للتعقيدات اللي موجودة فيه there is a chance انه يحصل تقدم اكتر يعني. مش كده وبس، ده كمان الناس بيعملوا تجارب علشان ازاي يتعاملوا مع المخ، يحصل كوميونيكيشن بالمخ، بنزرع مثلا حاجه والحاجه دي فيها شويه معلومات بتتبادل مع المخ، او ان مثلا واحد عنده ضعف في السمع او البصر فيزرع له سنسور والسنسور ده يتعامل عصبيا ويدي الاشارات للمنطقه من المخ بحيث انه يرجع يشوف او يسمع مره ثانيه. التجارب دي حقيقيه ما هياش تجارب بعيده عن الواقع. الحاجه الثانيه بيقولوا عاوزين نتعامل مع الامراض. لما بيبقى عندي كميه كبيره من الداتا لازم تكون عندي فرصه ان انا احسن حياه الناس بان انا اعمل ديتكشن وبريفنشن وتريتمنت بشكل افضل يعني. فمره كنا وردنا في من مصر لامريكا فراوله، وبعدين ظهرت حالات فيروس ايه؟ فيروس ايه بيجي نتيجه الاكل يكون ملوث. ظهرت حالات فيروس ايه؟ فعملوا تحليل لاماكن الناس اللي اشتكت من فيروس ايه، راحت المستشفيات واشتكت من فيروس ايه، وجدوا ان هم بيعرفوا منين او يعرفوا السورس ازاي. قالوا وجدنا ان كلهم انك الواحد لما بيروح يشتري حاجه بيشتريها بكريدت كارد، فبيبقى معروف يعني مشترياته، يعني لو عاوزين يتتبعوا الداتا دي بيقدروا. فوجدوا ان الناس دي كلها اشترت من محل واحد سنترال كده عندهم، كلهم اشتروا منه لغايه دلوقتي ما عرفوش يعني ايه المشكله جت منين بالظبط. فوجدوا ان الحاجه الكومن اللي بينهم جابوا المنتجات الكومن بين الناس دي كلها، فمنها كانت حاجات ثانيه والفراوله المصريه كانت موجوده. فمسكوا الفراوله وحللوها فوجدوا فعلا ان فيها يعني مصادره، فاستنبطوا وهو ده كان احد اسباب منعهم لاستيراد الفراوله من مصر. طبعا الكلام ده قعد ناس تعمل دروس تبعتها، لكن الكلام بقى المستقبلي بقى هيكون انه كل حاجه الداتا كلها بتتجمع في مكان والبروسيس كله شغال اوتوماتيك بيستنبط بشكل جيد الثريتس اللي موجوده. من ضمن اهداف المبادره ان هم يعرفوا ازاي بيتعلم الانسان. تعلم الانسان معقد قوي يعني، احنا مثلا عشان نعلم الكمبيوتر والنيورال نتورك وزي عشان مثلا نقول له اتعلم ده اسمه مثلا كوبايه وده مايكروفون ودي مش عارف ايه، نقعد نديله عشرات ومئات والاف من الصور ومن زوايا مختلفه. الانسان ما بيحتاجش الالاف دي كلها، بيتعلم وبيتعلم بسرعه اكتر بكتير يعني. ممكن توريها له مثلا مره ولا مرتين وخلاص ويتعلم، فلانه عنده وسائل تعلم اكثر تعقيدا سمارتر ذان الطريقه اللي احنا لسه بنعلم بيها. فهم عاوزين يطوروا طريقه تعلم الاله علشان نعرف نوصل لمستوى الانسان. النيوترينتس اللي موجوده في الماشين
ليرنينج اللي يهمنا اللي نبدا الحاجه الكلاسيكال اللي موجوده ان انا بيكون عندي مش عايز اتعرف على الاوبجكتس اللي موجوده هنا فباخد الايمج دي بديها فيتشرز بحاول اكريت فيتشرز ليها وافش على الكلاسيفاير. الكلاسيفاير بيقول الصوره دي لما يبقى فيها مثلا كوبايه الفيتشرز بتاعتها بتبقى ليها فيتشرز معينه واحاول ان انا اعلم الكلاسيفاير عشان يأيدنتيفاي الكوبايه من حاجه فوق ويكون اللي انا علمته له موجود في يعني موجود في ديك في 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 نولج بيس موجود في السيستم فهذه طريقه التعلم العلمي. الطريقه دي هتلاقي في كلاسيكال تكنيكس يظل التحليل كلاسيكال تكنيكس مهمه في حالات مثلا زي مثلا ما تبقى الداتا قليله برضه يظل التكنيكس دي يعني زي ليها اهميه وبتشتغل برضه بشكل جيد في بعض الحالات. هاويفر لما دخلت في النيورال نتورك عملت فرق حاجه كده. الانسان مجهز بحوالي متوسط 86 مليار خليه عصبيه وليها حاجه اسمها سينابسز اللي هي الخلايا العصبيه متشابكه مع بعض. وبعدين لو تيجي تشوف الفاليو بتاع البوينتال برين في حاجه متطوره دلوقتي اسمها ال 1080 تي اي جي بي يو. الجي بي يو ده فيه حوالي 3500 كور. الكور ده اللي هو يمثل خليه عصبيه في التطبيق يعني يمثل خليه عصبيه. وبيستهلك حوالي 180 واط وتكلفته حوالي 1000 دولار. لو عاوز تقول بقى انا عاوز اعمل هيومن برين في 86 مليار خليه او كور انت محتاج تصرف 24 مليار دولار زائد الهوست الحاجات اللي بتتحط في الكمبيوتر زائد التبريد زائد المساحه. الهيومن برين بيستهلك حوالي 10 من 10 ل 25 وات وحته شوكولاته هتخلصك يعني. الجزء فقط بتاع انك انت تعمل تدي انرجي للكلام ده لو الكيلو وات ب 10 سنت تكلفك حوالي 3.7 مليار دولار في السنه. عشان بس كل واحد يحس بقيمه النعمه اللي ربنا ادهالنا في دماغنا واحنا مش يعني الادي ادي الخليه العصبيه سلومور ده حته بروسيسور صغير وفي نون لينياريتي وراه. البروسيسور ده بيعمل ويتد افرج للسيجنال اللي داخل مش اكتر من كده. وفي نون لينياريتي بعدها ودي لما بنربطهم مع بعض بنسميها فيد فورورد نيورال نتورك. وفي بقى دلوقتي عشرات ومئات والاف الاستراكشرز اللي الناس بداوا يستفيدوا منها في التطبيقات المختلفه. منها مثلا حاجه زي السي ان ان اللي هي كونفليوشنال نيورال نتورك واحده من الحاجات المشهوره قوي. الوضع الكلاسيكال ان انا عندي بري بروسيسنج بجيب فيتشرز وبعدها احط كلاسيفاير. الوضع بقى في النيورال نتورك الجديد ان انا دونت كير اباوت الفيتشرز. الفيتشرز هي النتورك اللي بتحسبها بعدها. انا كل اللي هناك اجيب عدد من الصور كفايه واقدمه للنيورال نتورك وامرها. وهي بتحل المشكله لوحدها. علشان تشوفوا قوة النيورال نتوركس دي عملت ايه؟ في مسابقة اسمها الايمج نت كان فيها 1000 اوبجكت ومديين 1.2 مليون صورة يعني بمعدل كل اوبجكت 12000 صورة لكل اوبجكت ربما أكثر لأنه الصورة الواحدة ممكن يكون فيها أكثر من اوبجكت فممكن تلاقي مثلا بعض الاوبجكتس ب 20 30000 وتستنج ديتا حوالي 100000 ودي مسابقه عالميه استمرت 3 سنين وكانت الاستراكشرز دي كلها عباره عن فاريانتس من السي ان ان نوع من النيورال نتورك يعني وكانت النتائج مبهره الحقيقه يعني ده الهيومن ريفرنس بدات بعض الاستراكشرز تجيب يمكن اكثر كمان تكون بيج مع النيومن
ايرور، ده بيقيسوا الايرور كده. فالايرور نزل للرينج بتاع 3% بينما البشر كان في الرينج بتاع 5% نسبه الاخطاء بتاعتهم. وفي ترندز جديده لما يجي مرنوها نظرا لتراكم الخبرات بداوا يعملوا حاجه لطيفه جدا، ان هو ياخد النيورال نتورك بعد ما مرنها مثلا على الايمج نت وعاوز يتعرف هو على 50-60 اوبجكت جديده، فيقول والله الحته الاولانيه في النتورك دي هي بتتعلم فيتشرز اللي زي ما هي، انا بس هاخد اخد 2-3 لايرز واعمل لها تيوننج على البروبلم بتاعتي الجديده، فيوفر كميه وقت ضخمه جدا، لان تمرين نتورك بالتعقيد ده بتاخد وقت كبير على فكره. في كمان حاجه طبيعه في التدريب اسمها reinforcement، ودي ببساطه كده احنا ما هي مشكله النيورال نتورك، ان احنا لازم نعلمها نقول لها مثلا الصوره دي فيها شجره الصوره دي ما فيهاش شجره، ونقعد نديها الات الصور بالشكل ده، فلازم حد يمر على الصور دي ويقول دي فيها شجره ودي ما فيهاش شجره، فدي كانت عمليه مكلفه جدا. بس reinforcement learning very smart، يعني انتوا عارفين الالعاب زي الاتاري والحاجات دي، هو الواحد لما يعمل حاجه غلط بيتغلب، فهم عملوا ايه؟ يعني في لعبه اسمها الفا جو، اللعبه اسمها جو، اللعبه اسمها جو، الجو ديت اكثر تعقيدا من الشطرنج بمراحل، فعملوا خلوا في الاخر جوجل عملت نتورك خلت الكمبيوتر يلعب بعضه، فواحد هيغلب حتى ولو بشكل عشوائي، هو بدا من الزيرو خالص ومفيش اي نولج اداهوله، فواحد غلب الثاني فتعلم وقعدوا الكمبيوتر يلعب نفسه 40 يوم شغال ليل نهار، النتيجه ان مفيش حد عرف الكمبيوتر بعد كده، لا بشر ولا الكمبيوتر ولا النتوركس اللي علموها قبل كده، يعني دي مراحل، دي كانوا بيعملوا حاجه كده يعني فيها برضه ايه بيعلموا الكمبيوتر بايديهم شويه، فغلب واحد اسمه فان باين وبعدين اقوى منه واحد اسمه لي غلبوه، وبعدين عملوا حاجه اسمها الفا جو ماستر، ده برضه ايه بس معلمينه بايدهم محدش يعرف يغلبه خالص، لا في النتورك اللي فاتت ولا البشر. انما الفا جو زيرو كمان غلبت النتورك الجديد وما فيش حد عرف يتكلم، وبعدين يعني عمالين كل شويه، بس الكونسبت الاساسي ان ممكن اعمل حقاله للحرب مثلا اخليها ادخلها في سيميوليتور تقعد تشتغل وتعلم نفسها من الزيرو، مش محتاج اروح كميه اطنان من التريننج ديتا، لا خالص، واسيبها تتعلم واوتوماتيكالي تقدر تتعلم وتبقى اكسبرت في مجالها. كمان في ستراكشرز لطيفه ومعقده شويه، في يعني مثلا لو تخيلنا ان الريال ايمجز دي بيرسمها رسام مشهور، يعني واحد من الرسامين المشهور جابوا له 100-200 او 1000 لوحه حتى من اللوحات بتاعته، وفي حد بيحاول يرمله او بيحاول يعمل حاجه فين؟ ايمجز يعني محاوله تقليد الرسومات بتاعته، وبيعملوا النتورك الاولانيه دي عشان تفرق بين الاثنين دول، والتنافس تتعلم وتتيون لغايه ما تبقى قادره على انها تفرق ما بين الحاجه المزيفه والحاجه الحقيقيه. وبعدين يروحوا لاعبين في الايمج المزيفه دي بانهم يقعدوا يلعبوا يعملوا تيونينج كده علشان يحسنوها ويقربوها شويه من الصور الحقيقيه. ويدخلوها على النتورك اللي مرموها دي، بيعملوا نوع من الايتريشن، يمرموا دي شويه وبعدين دي شويه، دي شويه ودي شويه. لحد ما توصل لمرحله انه الفيك ايمجز او الصور المزيفه دي بيتحكوا فيها على النتورك دي وتقول لا دي صور حقيقيه. لما يوصلوا للمرحله دي معناها مثلا لو واحد عنده دولار مزيفه
بيوصلوا من الدقه ان طلعوا الدولار ما تعرفش تفرق بينه وبين الاصل الا من بقى نوعيه الورق والحاجات الثانيه. فراح ثلاثه طلبه فرنسيين راحوا رسمين صوره لفنان معين كده مشهور وراحوا باعوها في مزاد في صاله في نيويورك. صاله دوتش في نيويورك دي اكبر صاله في العالم لبيع الحاجات الفنيه، باعوها ب 432,000 دولار لان اول صوره جايه عن طريق الاي ار النتورك دي اسمها الجاف. وبيطلعوا بيها يعني بيلونوا بيها وبيعملوا بيها حاجات مبيعه. بالنسبه للكورس بتاعنا احنا هنركز على يعني اللينير ريجريشن واللوجيستيك ريجريشن، دي حاجه كده موجوده مهمه موجوده في الليترشر. وبعدين الداتا ريبريزنتيشن هناخد حاجه اسمها التي مينز والجابسن ميكشر برنسبال كومبوننت اناليسيس، وفي حاجه اسمها الاوتو انكودر هنقضي عليها، والكلاسيفايرز حاجات يعني هناخد حاجه اسمها سبورت فيكتور ماشين ده واحد من الكليبر كلاسيفايرز. وبعدين بقيت الكورس كله مركز على الرياضه. الكورس بتاعنا هيكون فيه اساينمنت والاتندنس 10 درجات، البروجكت 20 درجه، وما فيش منتر من زمان. اي سؤال؟ تمام؟ شكرا.